مساء الخير. ليلي رح نكون عم نتأمل مع بعض ب عندما يشق الله السماوات. شو هالعنوان؟ لما الرب عطاني هيدا العنوان اليوم مع هيدا المزمور يعني هيك قلبي صار عم يرقص، لأنه أصلا بحب هيدا المزمور. ومزمور مليان مليان بقوة الرب، مليان بالانتصار، وللرب يكون عم يعطي هيدا العنوان لليلة لألك ولألي ولألك. يعني رح نشوف الرب عم بشق السماوات وينزل بحياتنا، يعني رح نشوف قوة الرب قدام عيوننا. فحضر حالك، حضري حالك. افتح الكتاب المقدس على مزمور 18. أنا عم بقرأ من كتاب الحياة، وخلينا نكون هيك عم نصلي وزبط قبل ما نكون عم نقرأ مع بعض بطريقة عفوية ونبوية. إذا بتحب تكون عم تعمل شير، تبارك كمان رفقاتك المؤمنين على صفحتك، كمان ربي يباركك وربي يباركك. فهذا المزمور هو لداود، ومكتوب أنه هي قصيدة خاطب بها الرب يوم أنقذه من قبضة كل أعدائه ومن يد شاول. هلأ بنقرأ شو هي القصيدة اللي كتبها داود للرب، وروح القدس حتى اليوم بالكتاب المقدس لألك ولألي ولألك، لأنه بده يشيل من هالمجد، بده يشيل من هالاختبار ويباركنا فيه، لأنه كل الكتاب مكتوب لمنفعتنا، وفينا نسحب هيدي البركات لما منشوفها منسحبها بالإيمان. فهللويا، أنا مأكد أنه الرب بده يؤيد كلمته بالآيات التابعة. ولما نكون عم نقرأ عن عندما يشق الله السماوات، هو رح يعملها بحياتك بحياتك وبحياتي. فشو حلو أنه الرب خلص داود من شاول ومن كل أعدائه لداود. يعني شو هالنصرة؟ يعني مش بس أنه من شخص، هيك بتقول الكلمة الانترودكشن المقدمة، قال هي قصيدة خاطب بها الرب يوم أنقذه من قبضة كل أعدائه ومن يد شاول. فلما الرب بده يطقطق السماوات وينزل بحياتك وحياتي وحياتك، عرف أنه رح بيكون في إنقاذ من كل أعدائنا، من كل أعدائنا. قبل ما نكون عم نقرأ سوا، أنا عم بحكي هيدي الأمور بعدني بالمقدمة، كرمال تكون عم تفتح الكتاب المقدس، عم تجيب هيدا الكتاب وعم تقرأ معي آية آية مزمور 18. بس قبل خلينا نكون عم نصلي ونرحب بالروح القدس تيكون عم يفتح عيوننا وقلوبنا ويبارك إيماننا، وهيك نكون كمان مش بس عم نشوف أمجاد من كلمة الرب، إنما كمان بالإيمان عم نستقبل بقوة يلي الرب بده يعطينا إياه الليلة. هاليلويا هاليلويا. بين السماوي يا رب بدنا نشكرك من أجل موعد آخر معك الليلة. يا رب، يا رب شكرا لأنه عنا الفرصة والامتياز يا رب نكون عم نقعد على مايدتك، نكون يا رب عم ندخل يا رب لمحضرك، لعرش النعمة والرحمة، نكون يا رب عم نتلمز من الله الحي. نعم يا رب، روحك اللي بيعلمنا، يلي بيحدثنا بأمجاد السماء، بيحدثنا عنك يا رب، بيكشف لنا أمور عظيمة يا رب، لقلنا أبنائك وبناتك يا رب لكي نسلك فيها. يا رب شكرا من أجل هيدا الموعد الليلي يا رب، يا رب لقلي ولكل حدا عم يسمعني أو رح يسمعني بالأيام اللي جاية يا رب، أنه هيك تفتح دينينا يا رب وعيوننا وقلوبنا يا رب، كرمال نشوف ونسمع ونلمس شو بدك تكلمنا الليلة من خلال مزمور 18. ويا رب مناخد الإعلان أو العنوان يلي عطيتني إياه لهيدي المشاركة الليلة، عندما يشق الله السماوات يا رب، ومنقلك منصدق منصدق يا رب، هيك منمزج إيماننا بهيدا العنوان يا رب، لأنك أنت عملتها يا رب لداود، وهو هيك قال بمزمور 18 يا رب أنت طقطقت السماوات وخلصته من كل أعداء ومن شاول. فاليوم يا رب منمزج إيماننا يا رب مع هيدي الحقيقة اللي صارت يا رب مع داود، بتصير معنا اليوم يا رب باسم الرب يسوع، لأنك أنت لا تحاب الوجوه، لأنك أنت إله داود يا رب،
وانت اليوم إلهنا بالمسيح يسوع. بنعظمك ومنباركك، وهيك نعلن غطاء دمك وحمايتك على كل واحد فينا بهيدا الوقت، وهيك باسم الرب يسوع بننتهر كل التشويش من إبليس باسم يسوع، وبنعلن يا رب انه كل شي فينا يا رب، أذهاننا وقلوبنا يا رب، ومشاعرنا وأجسادنا يا رب، والمحيط حوالينا والأجواء يا رب مشحونة بحضور الروح القدس، وما في أي distractions، ما في أي تشويش يا رب. يا رب مركزين عليك بالكامل باسم الرب يسوع، لأنك مستحق أنه يا رب نعطيك كل اهتمامنا، وخاصة لما بتحكينا يا رب. منعظمك ومنباركك ومنشكرك بابا للأمور العظيمة اللي رح بتفرجينا إياها من مزمور 18 الليلة، مش بس هيك كمان رح تعملها بحياتنا. شكرا أنك تقودني يا رب، وين وقف، شو قول يا رب، وتكون بركة لألي وللسامعين. آمين آمين آمين. هاليلويا. أنا معني مصدق أبلش. أول إيه بتقول داود عم يحكي للرب، عم بيقول له أحبك يا رب يا قوتي. هاليلويا. أحبك يا رب يا قوتي. بتقلي توني ليه تضحكت؟ أول شيء لأنه فرح قلبي لما قريت هول كلمتين، لأنه عنا قوة يلي هي الرب، ومنمتلي من قوته لما منحبه. فعم بيقول له هوني داود أحبك يا رب يا قوتي. عرف أنه أنت لما بتحب الرب مش بس هو امتياز، بس مش بس هيك، في له كمان بركات. أنت كمان رح تمتلي من قوته لما بتحبه. فداود هيك أعلن مش بس محبته للرب، قال له كمان أحبك يا رب يا قوتي. بيكمل وبيقول له بالآية الثانية، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي. شو حلو أنه قادرين نحتمي بالرب، هو صخرتنا يلي منحتمي فيه. في كتير أمور بهذا العالم منحاول نحتمي فيها، بس حقيقة إذا الرب مش هو الحمينا منا حماية. فأول مستويات أو أعلى مستويات الحماية هي أنه نحتمي بالصخرة بالرب. داود قال له هون إلهي صخرتي بك أحتمي، به أحتمي. فالصخرة هي الكلمة، يسوع هو الصخرة، صخر الدهور. لما منبني حياتنا على الصخر، على كلمة الرب، منكون نحن محميين. لأنه تذكروا المثل يلي يسوع عطاه بالعهد الجديد، أنه في اثنين عمروا بيتهم، واحد على الصخر واحد على الرمل، واثنينتهم كانوا عم يطلعوا وما كان في شيء بوقتها، ما كان في عواصف، اثنين كانوا عم يطلعوا، بس قال إشت بعدين الأمواج والرياح والأمطار والعواصف، البيت يلي كان على الصخر مؤسس ثبت، والبيت يلي كان مبني على الرمل ما في وقت قصير إلا ما تهدم. فالحماية هي أنه نبني حياتنا على صخر الدهور، على كلمة الرب. فقال له إلهي صخرتي به أحتمي. وقديش في خدمات روحية مؤسسة بس مش على كلمة الرب، ممكن نتطلع فيها اليوم ونقول إف أنه مزدهرين، عندهم أعداد بالكنايس، أنه عم بيكبروا عم بينموا، وهن مطارح بدع ومئزيين. ما عليه، عرف أنه البيت يلي مؤسس على الرمل بده ينهدم، والبيت يلي مؤسس على الصخر رح يكمل من جيل لجيل. فهيدي حقيقة، هيدي حقيقة. مهم أنت بني حياتك وبني حياتك على الصخرة، على كلمة الرب، وعرف وعرفي أنك رح بتكون بالحماية. هاي هي الحماية. بيكمل وبيقول ترسي وركن خلاصي وقلعة الحصينة. بعده عم يحكي عن الحماية. أدعو الرب الجدير بكل حمد فيخلصني من أعدائي. شو هاليقين شو هاليقين وهالإيمان يلي كان عنده إياه داود. كان عم بيقول أدعو الرب الجدير بكل حمد فيخلصني من كل أعدائي. عندك الإيمان إذا بتدعو باسم الرب تخلص؟ داود كان عنده هيدا الإيمان، ومش بس هيك، اختبر خلاص الرب من كل أعدائه ومن شاول. وتذكر أنه كتب هيدي القصيدة بمزمور 18 لهيدا الغرض، لأنه شاف قوة الرب بحياته. فهوني عم بيقله للرب أنه أنا
أنا أدعو الرب الجدير بكل حمد فيخلصني من كل أعدائي. هيدي حقيقة كانت لداود، والرب بده إياها أنه تكون حقيقة لألك ولألك ولألي. لما ندعو باسم الرب نخلص من أعدائنا حقيقة هيك. فما تطول، أدعو باسم يسوع. أصلا اسم يسوع يعني الله يخلص. هاليلويا. لقية أربعة بيكمل داود وبيقول قد أحدقت بحبال الموت. شو حلو أنه افتتح أول شيء كم آية عم بيعظم الرب، عم بيقول له بحبك يا قوتي، أنت صخرتي وحصني وبحتمي فيك وبدعي باسمك وأنت بتخلصني. بلش بالعظمة، بلش بالانتصار، بلش بشو الرب عمل بحياته، بس بعدين بلش يحكي التستموني تبعه، الشهادة شو صار معه. بهالمطارح كان حقيقي يعني، قال شو الأمور اللي صابته لبالتالي قلنا الخلاص يلي حصل عليه. فهون بيقول أحاطت بحبال الهاوية، لا سوري قبل أربعة، قد أحدقت بحبال الموت. هل تشعر اليوم أنه حبال الموت محوطتك، محوطتك من كل ميلة؟ داود قطع بهيك أجواء وبهيك صرف، واللي كاتبه الليلة لقلنا أو اللي كاتبه والليلة عم نقرأ منه هو لأنه في رسالة رجاء وفي قوة الرب متاحة لقلنا. منكمل، وأفزعتني سيول الهلاك، أحاطت بحبال الهاوية وأطبقت علي فخاخ الموت. في ضيقي دعوت الرب وصرخت إلى إلهي، فسمع صوتي من هيكله وصعد صراخي أمامه بل دخل أذنيه. عندئذ ارتجت الأرض وتزلزلت. لما داود صرخ الرب سمع، مش بس سمع، سمع كتير منيح. قال فات صوت صراخ داود لديناي للرب، قال بل دخل أذنيه. عرف انه الرب مش بس بيسمعك من بعيد عم تعيط له، بيفوت صوت صراخك لنص قلبه. فشو صار؟ قال عندئذ ارتجت الارض وتزلزلت. بدك انه الارض تبعك ترتج تتزلزل؟ صرخ للرب بضيقك، بضيقك صرخ للرب. عم بيقلنا داود هاي الحقيقة الروحية، عم بيقلنا انه تزلزلت وارتجت الارض لما صرخ للرب. اذا انت بالنسبة لك في جبل بتقول انه هيدا شو بده يهزه، شو بده يخليه يتزلزل او ينزاح، يمكن انت ما عندك ايمان انه تشيل اول بحصة من هيدا الجبل، بس انت ما عليك تشيله. في مرات الرب يعطيك الايمان انه تحكي للجبل وبينطرح، بس في مرات بتكون عندك تعب واعياء وبس عم تصرخ للرب. وهللويا، لانه داود عمل هيك، ما كان عنده الايمان الكافي انه يحكي مع الجبل، بس حكي مع الرب وقال له يا رب انا متضايق، انا تعبان، انا قاطع بحبال الموت. فدخل صوت صراخ داود لديناه. فشو اللي صار؟ انه الرب هو اللي خلى الارض ترتج وتتزلزل. فالرب رح يعمل هيك معك ومعك إذا بتصرخ للرب بضيقك. ارتجفت أساسات الجبال واهتزت لأن الرب غضب. الرب غضبان على الأشياء يلي محوطتك من هلاك ومن موت. الرب بيكرهها وما بيطيقها وبده أنه يعلن غضبه عليها. أكيد ما بده يعلن غضبه على الناس لأن الرب بيحب الناس، بس بيعلن غضبه على الانيكويتي، على الإثم. فقال اهتزت ليه؟ لأنه سمع ابنه داود عم يصرخ له وغضب. يعني أي باي، إذا أنا باي وعندي ابني حدا عم يضربه، دغري بغضب وبروح بهز الدنيا كلها كرمال خلص ابني. فهو الرب باي لألك والرب باي لألك، ولما بيسمعك وبيسمعك عم تصرخ له بضيقك لأنك محاط بحبال الموت والتعب والضيق، رح يغضب، رح يغضب على هيدي الأرض والجبال
ورح بتهتز. هللويا، عندك بي قوي. بي قوي من بيك فعلا، بين السماوي هو اقوى البيات. شو صار بعدين؟ مش بس غضبة، مش بس اهتزت الارض وتزلزلت، هلا بنشوف قد تطورت الامور وشو عمل الرب. لان خليك معي وخليك معي اختي، وشوف بعيون الايمان تبعك اللي عم نقراه، هيك الرب تصرف مع داود وهيك رح يتصرف معك. شوف اللي انت مقبل عليه، شوف اللي انت مقبل عليه من هلا. احضار وحضاري شو الاب السماوي بده يعمل باعدائك وباعدائك. هللويا، احضار المشهد. هللويا، وتكمش بالايمان باللي عم بقوله. قال نفث انفه دخانا، اوف طلع دخان من مناخيره. هلا مزبوط الرب يطلع دخان من مناخيره؟ لا، بس هذا عنوان للغضب، مشهد للغضب. قال وانقذفت نار آكلة من فمه وكأنها جمر ملتهب. هيك الرب بده يعمل مع أعدائك يا بيي. هللويا، نعم يا رب، أمين. طأطأ السماوات ونزل، فكانت الغيوم المتجهمة تحت قدميه. لاحظ أنه بالأول الرب قال سمع صراخ داود وفات لديناه، قال غضب من هيكل المقدس ونفس، طلع من نخيره دخان ونار من تمه، بس ما خلصت هونيك، ما غضب من بعيد. تاني خطوة قال رح اخد خطوة، قال طأطأ السماوات ونزل. الرب مش بس انه بحس معك من هيكل المقدس، انه ايه انا حاسس معك وما رح يعمل شيء تجاهك، ابدا 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 ابدا. الرب منه هيك. الرب مش بس بيفرجيك مشاعره انه انا حاسس معك وغضبان على الامور اللي عم تقطع فيها، بس انا كمان الاله اللي قال لك تروح الميل الاضافي، انا هيك كمان معك. انا رح تقطئ السماوات ورح انزل ورح تشوف ايدي العملية بحياتك. قال فتقطئ السماوات ونزل، فكانت الغيوم المتجهمة تحت قدميه. حتى الغيوم بتشبه الرب، متجهمة. حتى الغيوم سيارته للرب، يعني حست بالرب وصارت هي كمان متجهمة، حملته على بغضبه تحت قدميه. هللويا، امتطى مركبة من ملائكة الكروبيم وطار مسرعا على أجنحة الرياح. الرب بهب بالنجدة لإلك ولإلك بسرعة. وإذا أنت وأنت بتشوف الرب أنه مسرع للإنقاذ، انت بتحرك الرب بهيدي الطريقة، لانه بدون ايمان لا يمكن ارضائه. فهوني الطارة مسرعا على اجنحة الرياح. الرب بده ينقذك بسرعة، الرب بده ينقذك بسرعة. مش هيدا اللي عمله يسوع لما بطرس كان عم يمشي على المي وغرق؟ دغري قال وفي الحال مد يسوع يده خلصه. رب هو اله الانقاذ السريع. بتصدق؟ بتصدقي؟ بتقلي الرب متباطئ. بركي لأنك أنت شايفه متباطئ وأنت شايفتي متباطئ، بس داود شايفه. قال وطار مسرعا على أجنحة الرياح، جعل الظلمة ستارا له. يا ويلي شو هالمشهد. وصار ضباب المياه وسحب السماء الداكنة مظلته المحيطة به. من بهاء طلعته عبرت السحب أمامه. حدثت عاصفة برد وبرك كالجمر الملتهب. كل هالمشهد لداود؟ كل هالمشهد يلي هوليوود ما بتقدر تنسخ مثله، من غضب الرب والطقطقة تبعه من السماوات، وركب هالغيوم والكروبيم والنار اللي عم تطلع، كل هالشي عمله لداود وبدو يعملوا معك نفس عظمة ومجد. هيدا المشهد الإنقاذي والخلاصي اللي الرب عمله لداود هو لألك اليوم، هو لألي أنا اليوم توني، هو لألك اليوم. الرب هيدا المشهد العظيم بدنا نشوفه، وأعدائنا بدها تشوفه. أرعد الرب في السماوات. صرنا آية 13. رعد،
أطلق العلي صوته، فانهمر برد واندلعت نار. يا رب عمول هيك بهيدا الوقت، طلق أيها العلي صوتك، فانهمر برد واندلعت نار. أطلق سهامه فبدد أعدائي، وأرسل بروكه فأزعجهم. الرب عم بحارب عن داود، الرب هو اللي أطلق سهامه فبدد أعدائه وأرسل بروكه فأزعجهم. الرب رجل الحرب وهو بده يحارب عنك وعنك. وأنت إذا بعهد مع الرب، هو تعهد بحمايتك، هو تعهد أنه يكون رجل الحرب. لاي 15، بعد ما قال أطلق سهامه وأعطى صوته، ظهرت مجاري المياه العميقة وانكشفت أسس المسكونة. من زجرك يا رب، من أنفك اللافحة. لما الرب حكي، لما زجر مثل الأسد، لأنه هو أسد يهوذا بحياتي وبحياتك وبحياتك، اللي صار أنه قال ظهرت مجاري المياه العميقة، انفضحت الأمور. لأنه ما ننسى أنه الشيطان بيشتغل بالخفاء بحياتنا وبيتستر وبيعتم، لأنه بيعرف لما بتنفضح أموره وجذوره، لما النور بيضوي بالعتمة، العتمة بتموت، العتمة بتنهزم. فلما الرب حكي قال ظهرت مجاري المياه العميقة، الرب كشف الجذور يلي كانت عم تتعبه لداود. الرب رح يكشف جذور أتعابك وأتعابك. وانكشفت أسس المسكونة من زجرك يا رب، من أنفك اللافحة. بعبرانيين 14 لأي 12 قال كلمة الله هي أمضى من كل سيف له حدان، خارقة إلى مفرق النفس والروح ونخاع العظام، شو كمان؟ قال تميز أفكار القلب ونياته، قال وكل شيء مكشوف وعريان أمامه. رب لما بيعطي كلمته لألك ولألك ولألي، الأمور بتنفضح، ولما بتنفضح بنشوف خلاص عظيم، لأنه تعرفون الحق والحق يحرركم. شو هي الجذور يلي عم تقطع فيها ومنك عارفها ومخربت لك حياتك وسيستامك؟ رب رح يفتحها. قال مد الرب، لي 16، مد الرب يده من العلي، من العلا سوري، وأمسكني. واو، عم تخيل المشهد؟ قال مد إيده على داود وطلعه من العلا وأمسكني، وانتشلني من السيول الغامرة. هللويا. أنقذني من عدوي القوي. ونحن ما مننكر أنه عدونا قوي، بس الرب أقوى. قال الذي فينا أعظم من الذي في العالم. قال ومن مبغضية، لأنهم كانوا أقوى مني. تصدوا لي في يوم بليتي، فكان الرب سندي واقتادني إلى مكان رحيب. بتنبع عليك وعليك بعد ما الرب يخلصك، وبعلن أنه هلأ عم بمد إيده يخلصك، لأنك عم تصرخ له وصوت صراخك عم بفوت لديناه. بعلن أنه الرب عم بيخلصك، مش بس هيك، رح يقتادك إلى مكان رحيب، من الضيقة، من المطارح الضيقة للوفرة، للمطارح الخضرة. أنقذني ليش؟ لأنه بخدمه، لأنه بدفع وبعطي وبعمل خير وهيك؟ لا، ما قال هيك، مع أنه الرب يسار بكل هالأمور، بس قال أنقذني لأنه سر بي. رب بده ينقذك لأنه بحبك. وإذا أنت وأنت مفكرين أنه بدنا نعمل 100 شغلة لناخد رضا الرب لبالآخر يتدخل وينقذنا، عم تضيع وقتك، عم تضيع وقتك. لأنه الرب بينقذنا لأنه بحبنا. شو اللي بتقول؟ شو الكلمة اللي بتقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا؟ انتصارك وانتصارك وانتصاري هو بالذي أحبنا. أنقذني لأنه سر بي. هيك حاسس إنه هيدي الكلمات اللي عم بقولها، أنقذني لأنه سر بي، حدا عم بيأيدها، حدا عم بيخدها، حدا عم يتمسك فيها. ورح تكون صلاتك وصلاتك رح تكون عم تقوله للرب، عم تلهج أنقذني لأنه سر بي.
أنقذني لأنه سر بي. بأشعيا شو بيقول؟ 43 ألقيت أمما من أجلك لأنني سررت بك. واو، لأنه بحبك بدو يبدي رحمة لك. أي 20 يكافئني الرب بمقتضى بري ويعوضني حسب طهارة يدي. لأني سلكت دائما في طرق الرب ولم أعصى إلهي، جعلت أحكامه دائما نصب عيني ولم أحد عن فرائده، وأكون معه كاملا وأصون نفسي من إثمي. فيكافئني الرب وفقا لبري بحسب طهارة يدي أمام عينيه. أي 25 مع الرحيم تكون رحيما، ومع الكامل تكون كاملا، ومع الطاهر تكون طاهرا، ومع المعوج تكون معوجا. لأي 27 لأنك أنت تخلص الشعب المتضايق، أما المترفعون فتخفض عيونهم. والرب ما تغير، بعده بيخلص الشعب المتضايق اللي عم بيصرخ له، أما المترفعون المتكبرين رح بينزل له فتخفض عيونهم. هيدي النظرة الفوقية، الغرور رفعين وجهن وعيونهم، الرب رح بيخليها تنزل لهيدي العيون المتغطرسة. لأي 28 لأنك مهم أنت وأنا ما نكون متغطرسين ومترفعين، بل متكلين على الرب وعلى خلاص وعلى أنقاذه لألنا. لأنك أنت أيها الرب إلهي تضيء مصباحي. حاسس أنه مصباحك ومصباحك انطفى؟ الرب هو نورك، الرب هو نورك. مثل ما كان نوره لداود، كان بمطرح حاسس أنه مظلم المكان اللي كان فيه، معتم، علاقة عم تقطع فيها صعبة، حاسس أنه مثل ما بنقول باللبناني سودت الدنيا بوجهك، مش عم تلاقي منفذ مخرج. الرب هو نورك، مثل ما داود قال لأنك أيها الرب إلهي تضيء أو تضيء مصباحي. الرب رح بيضوي حياتك من جديد وتحول ظلامي نورا. هذا اللي الرب بيعرف يعمله لأنه نور. ولما كان في ظلمة بتكوين واحد قال، لما الرب شاف العتمة قال ليكن نور. ولما الرب يطلع على حياتك ويشوف عتمة عرف أنه رح بيقول ليكن نور بحياتك وبحياتك. قال وتحول ظلامي نورا لأني بك اقتحمت جيشا وبمعونة إلهي اخترقت أسوارا. ما أكمل طريق الرب، إن كلمته نقية وهو ترس يحمي جميع الملتجئين إليه. فمن هو إله غير الرب؟ ومن هو صخرة سوى إلهنا؟ هل هذا اليوم إعلانك وإعلانك؟ هل عن جد عم بتقول من هو إله غير الرب بحياتك؟ ولا في أرباب تانية بحياتك وحياتك أو بحياتي عم نتكل عليها للخلاص للحماية؟ داود ما كان هيك، كان عم بيعلن أنه يا رب مين هو إله غيرك؟ ومن هو صخرة سوى إلهنا؟ قال بالسماوات مين في غيرك؟ وبالأرض معك لا أريد شيئا. بالسما ما في غيره، وعلى الأرض ما بدنا حدا تاني غيره. إذا اليوم أنت متكل على أرباب تانية بحياتك للخلاص، بركي لازم تسلم هالأرباب، سلم سلاحك يلي مش عم بفيدك، وعرف أنه الإنقاذ هو بس من إلهك. أي 32 يشدني الله بحزام من القوة ويجعل طريقي كاملا، يثبت قدمي كأقدام الإيل بثبتها بعد ما كانت عم تعرج وتزحت، ويصعدني على مرتفعات الوعرة بعد ما كان بالهاوية. أي 34 عم بتشوف انه جاي ايام رفع لك، ايام صعود، لانه بالاخر روح القيامة اللي فيك هو ما بيشتغل نزول، بيشتغل طلوع، ما هيك؟ ويصعدني على مرتفعات الوعرة. ليه ما بتعلن هلا يا رب؟ نعلن، نعلن انك بتصعدنا على مرتفعاتنا الوعرة لانك صخرة خلاصنا. يدرب يدي على فن الحرب فتشد ذراعاي قوسا من نحاس، تجعل أيضا خلاصك ترسا لي، فتعضدني بيمينك ويعظمني لطفك. وسعت طريقي تحت قدمي فلم تتقلقل عقباي. لا
الآية 37 من مزمور 18: أطارد أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أبيدهم. إف إف هللويا، لأنه الرب عطى داود هيدي القوة، صار عنده داود هيدي الجرأة، الجرأة يقول أطارد أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أبيدهم. نعم يا رب، نعلن باسم الرب يسوع بقوتك، لأنه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحك يا رب مننجح ونستطيع ونفلح. يا رب بقوتك رح منطارد كل أعدائنا الروحيين يا رب، وما رح نرجع حتى نبيدهم كلهم باسم الرب يسوع المسيح. ما رح نسمح يا رب ولا عدو يكون بعده مخفي بحياتنا يا رب. ما تسمح باسم يسوع بالوقت اللي انت عم بدك عم تقلنا اقتل هيدا العدو وهيدا العدو، نكون يا رب عم نعمل هيك بس عم نخلي البعض منهم بحياتنا. وفي قصص كتير بالعهد القديم يا رب، طلبت من حدا ناس الاسم يقتل عملاق او اشرار معينين، وعمل هيك بس مش كلهم، ترك منهم، وهيدا الشيء بالاخر هزمه. يا رب ما بدنا نكون عم نخلي ولا عدو انت عم بتشير عليه انه هو عدو بحياتنا الا انه نطارده ونفنيهم كلهم يا رب. يا رب اليوم هي صلاتنا، ساعدنا يا رب انه نبيد كل اعدائنا الروحيين، كل الشرور يا رب يلي ممكن تكون موجودة بحياتنا، ما نخلي شيء يا رب، ما نساوم على شيء. لاية 38: أسحقهم فلا يستطيعون النهوض، يسقطون تحت قدمي. بلش داود يقوم على أعدائه، بلش المجد، بلش السلطان، تغيرت نفسيته لما الرب عطاه القوة، قال يسقطون تحت قدمي. كان هو تحت أقدامهم، كان هو اللي حبال الموت محوطته، بس هون تغير المشهد لأنه الرب عطاه القوة، والرب طقطق السماوات، والرب تعامل معه. إذا بتسمح للرب يتعامل معك ومعي ومعك ويملأنا من قوته، المشهد رح يتغير. كل اللي انت محتاجه انك تمتلي من قوة الرب. وتذكر أفسس 6 بتبلش قبل سلاح الله الكامل، قال أتشدد بالرب وبشدة قوته. وعلمت من كم يوم على الفيسبوك تبعي كمان عن أفسس 6 سلاح الله الكامل، إذا بتحبكن عم تسمع هاي المشاركة موجودة بصفحتي، كمان رح تتبارك جدا منها. لاية 39: تمنطقني بحزام من القوة تأهبا للقتال، تخضع لسلطان المتمردين علي. باسم يسوع كل تمرد موجود بحياتنا من العدو يخضع لسلطان الرب اللي بحياتنا. ما بقى رح يكمل إبليس رافع راسه ومتشامخ علينا، لأنه قرينا من كم آية لورا أنه الرب بيخلي عيون المترفع تنخفض. وهيك الرب عم بيعمل هلأ مع إبليس باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. تخضع لسلطاني المتمردين علي. لأي 40، بعد في كم آية ومنخلص. يولون الأدبار هربا أمامي. قدام عيوننا رح منشوف التغيير عم بيصير. وأفني أو وأفني الذين يبغضونني. فناء هذا قلب الرب لإلك ولإلي، مش أنه يعطينا شوية راحة على كم عدو، لا، الرب بده يفني، بده ينهي. قلب الرب دايما هيك بالخلاص، مش هذا اللي عمله يسوع على الصليب؟ قال لقد أكمل. الرب بده يفني أعدائك، الرب بده يفني أعدائك. تمسك بهيدي الآية، وأفني الذين يبغضونني. أكيد انتبهوا، عم نحكي روحيا، عم بحكي لأشخاص عندها علاقة مع يسوع، عندها فهم روحي. ولا مرة الناس كانوا أعداء لنا، عم نحكي مع أرواح شريرة هون. بالآية 41: يستغيثون ولا مخلص. شو بحبها هيدي، يعني بسلطان الرب يلي عطاك إياه لما تهجم على أعدائك رح بيصارخوا. يستغيثون يعني هلب الناجدة. قال بس الفرق بيننا وبينهم ونحن عنا مخلص لما بنصرخ، سني ما عندهم، يعني رح يضلهم يصارخوا بالآخر رح ينبادوا لأنه
ما في استغاثة لألهم، يستغيثون ولا مخلص، يعني هزيمتهم حتمية. قال ينادون الرب فلا يستجيب لهم، ما لأنه الرب عدوهم، كيف بده يستجيب؟ فأسحقهم كالغبار في مهب الريح، وأطرحهم مثل الطين في الشوارع. قدام الشوارع والعالم كله أعدائنا رح ينطرحوا. والأشياء اللي كنت عم تصارع فيها بالخفاء أنت وأنا، رح نطرح أعدائنا بالعلن ونقول للكل يسوع عمل معنا هيك، ونكب أعدائنا على الطرقات. لقية 43. بس قبل بدي أرجع أقلك وقلك، يمكن صراعاتك خفية بس انتصاراتك رح تكون علنية وواضحة. قال وأطرحهم مثل الطين في الشوارع تنقذني. ومش بس هيك، ليه بدو يطرحهم مثل الطين بالشوارع؟ ليقول داود للي بدهم يعبروا على الطرقات ويشوفوا أعدائه يلي الرب طرح له هن، ليوصل رسالة لهيدي الناس اللي عم تقطع وتتفرج على هيدا المنظر، ليقلهم مثل ما الرب نصرني على أعدائي وأنا اليوم طرحتهم بالشوارع، هيدي الشهادة لإلكن، رب رح يعمل كمان معكن هيك. هيدي هي قوة التستموني، قوة الشهادة، لما بتشهد بعمل الرب وبتطرح أعدائك بالشوارع، ناس رح بتشوف هالشي وتقول إيف واو، قلنا خلاص فأزم من هيدا الموضوع لأنه الرب عملها مع حدا. لاية 43. تنقذني من ثورات الشعب وتجعلني سيدا للأمم، حتى صار شعب لم أكن أعرفه عبدا يخدمني، فما إن يسمعوا أمري حتى يلبوه. الغرباء يتذللون لي، الغرباء يخرجون من حضورهم أو من حصونهم مرتعدين. حي هو الرب ومبارك صخرتي ومتعال إله خلاصي، الإله المنتقم لي. يا رب أنا بأخذ هالكلمات وبرفعها هيك بالصلاة بهيدا الوقت، بقول لك أنت الإله المنتقم لي. بي السماوي أنت الإله المنتقم لي. أنت قلت لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. وأنا يا رب بحكي بلغتك، بحكي بكلمتك بابا. كل شيء قطعت فيه بحياتي، كل حبال الموت، كل إزعاجات من العدو، اليوم بعلن قدامك اسمك، أنت الإله المنتقم لي لكل هاي الشرور اللي قطعت فيها باسم الرب يسوع. شو حلو هالاسم للرب، الإله المنتقم لي. وداود عم بيقوله لأنه اختبر حقيقتها، والرب بده اياك تختبر حقيقة إن هو ينتقم لأعدائك الروحيين. نعم، شو حلو هالاسم، حاسس هيك مجد الرب على هالاسم. يا رب اليوم ناخذ هيدا الاسم ومنشكرك عليه لأنك أعلنته لألنا، ومنقول لك أنت الإله المنتقم لنا، أنت الإله المنتقم لنا بكل أمر بكل ناحية. رح نشوف فناء للأعداء يا رب، ما رح يبقى عدو بحياتنا، بصحتنا، بمادياتنا، بعلاقاتنا، بخدماتنا، بعيالنا، بأوطاننا. يا رب أنت الإله المنتقم لألنا. يخدع الشعوب لسلطاني، منقذي من أعدائي، رافعي على المتمردين علي، ومن الرجل الطاغي تخلصني. لهذا أعترف لك بين الأمم وأرتل لإسمك، يا مانح الخلاص العظيم لملكه وصانع الرحمة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد. آمين.